بعد 6 أشهر على توديع الشهيد شكري بالعيد، ودعت تونس أمس شهيدا آخر محمد البراهمي في موقف دفن حاشد، انطلق من منزله بالغزالة في اتجاه مقبرة الجلاز. رصاصات الغدر التي اغتالت روح محمد البراهمي وحدت يوم أمس صفوف التونسيين، فاحتجدوا على جوانب الطرقات وعلى طول الطريق المؤدية للمقبرة التي توافدت عليها الجماهير الشعبية منذ الصباح لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان الطاهر. جثمان مسجع على آلية عسكرية يلفه العلم التونسي ويحيط به أبناؤه الذين وقفوا في الموكب الخاشع بكل تجلد وصبر، وكأنهم يقولون إن استشهاد محمد البراهمي رسالة لتوحيد الصفوف وحماية الوطن من الإرهاب مهما كان مأتاه. ليوار الجثمان الثرى وتعود الحشود على أعقابها، لكن الوجه هذه المرة المجلس التأسيسي في اعتصام مفتوح من أجل حله وإسقاط الحكومة. وقفة أمام التأسيسي حضرها العديد من المحتجين إلى جانب نواب المجلس المنسحبين، وبحضور أمني كثيف قام بتفريق الحشود بعد انطلاق بعض المناوشات بين أنصار الشرعية والمتظاهرين. شكون الحاكم ضرب هذايا؟ ضرب الناس الكل معناتها؟ ضرب الناس الكل، وأحسن كي ضرب الناس الكل، خاطر ما يجيش هكايا، ما يجيش، باش تولي فتنة وتولي كيما مصر. مازال عندهم الحق، فما قانون في البلاد، مش هكايا معناتها الناس الأقوى هو اللي يبقى، ولا اللي الناس اللي تتجيش العباد، الناس ما فاهمة حتى شيء. شنو اللي صار بابا؟ شكون اللي يضرب؟ علاش يضرب هكا؟ شد شد كي العاده الحق ديما يضرب ديما اول حاجه ضرب الزوز ولا ضرب الزوز واحد اكثر واحد يضرب. في صفاقس الصوره كانت عكسيه، فبعد يوم من الهدوء شهدت المدينه بعد الافطار حاله من الاضطراب نتجت عن تفريق الامن للمحتجين بالغاز المسيل للدموع. تدخل أمني جاء بعد اندلاع شبه مواجهة بين المحتجين على اغتيال الشهيد محمد البراهمي والمطالبين بإسقاط الحكومة، وبين أنصار الشرعية وروابط حماية الثورة. أحداث صفاقس أسفرت ليلة البارحة عن إصابة جندي بالجيش وعون أمن واحد المحتجين، وحسب الرواية الأمنية تعرض هذا الأخير إلى طعنة بسكين. حالة احتقان تشهدها كامل البلاد بين موالاة للشرعية واحتجاج وتمرد على عدم القدرة على حماية النخب السياسية، في انتظار الموقف الحاسم الذي سيوضح الرؤية ويرفع الستار عن المشهد الأخير لتجاذبات أصبحت تؤرق كل التونسيين، رغم الأصوات المنادية بالتوافق والعودة لطاولة الحوار واستكمال المسار الديمقراطي والدستوري، خاصة بعد تداول أخبار عن قبول الترويكا الحاكمة توسيع قاعدة الحكومة على أساس التوافق الوطني.